واحد من نجوم الجيل الذهبي لمنتخب الشباب الفائز ببرونزية كأس العالم بالأرجنتين تحت قيادة شوي غريب. فرض نفسه منذ الصغر كواحد من أفضل اللاعبين الذين شغلوا الجبهة اليسرى. أحمد أبو مسلم الجناح الطائر للنادي الأهلي في الجبهة اليسرى بداية الألفينيات. ورجل الأمان في دفاع الأهلي أبو مسلم وياخد فاول. ولد في 25 من شهر يوليو عام 1981 في القاهرة بحي الأميرية. انضم لصفوف الناشئين بالنادي الأهلي منذ أن كان في 8 من عمره بعدما أن اجتاز الاختبارات، ليضمه الكابتن شطاء المدير الفني آنذاك ليتدرب في تلكم المرحلة السنية تحت قيادة خالد جد الله وإبراهيم عبد الصمد، ثم انتقل إلى نادي النيل وفي 12 من عمره بعد إلغاء تلك المسابقة، ومنه إلى فريق الناشئين لفريق مزارع دينا. بعد تألقه اللافت للنظر ضمه شوقي غريب المدير الفني لمنتخب الشباب، وفي إحدى مباريات المنتخب الودية أمام الفريق الأول لمزارع دينا تألق صاحب البشرة السمراء ضد فريقه، مما جعل أحمد رفعت المدير الفني للفريق يستعلم من شوقي غريب عن النادي الذي يلعب له أبو مسلم. ليتفاجأ رفعت من ردة فعل غريب بأنه ضمن صفوف الناشئين لمزارع دينا وأن النادي يمتلك تلكم الموهبة دون أن يشعر بها أحد. فصارع بتصعيده للفريق الأول وأخذ أبو مسلم المباراة الأولى له ضمن الكبار أمام القناة في الإسماعيلية، وفاز بها الفريق بثلاثية نظيفة. في عام 1999 سافر منتخب الشباب إلى إثيوبيا للمشاركة في البطولة الإفريقية. حصد الفراعنة الصغار المركز الثالث، طلبه مسؤول النادي الأهلي للعودة للقلعة الحمراء. هو ما رحب به على الفور للعودة إلى بيته القديم من دون تفكير، ليوقع أبو مسلم على عقده مع القلعة الحمراء مع المهندس عدل القيعي لمدة 5 مواسم. إلى أن جاءت الفترة الفارقة في مشواره الكروي، سافر للأرجنتين عام 2000 لخوض غمار نهائيات كأس العالم للشباب، تألق بصورة لافتة للنظر لتتهافت عليه الأندية الأوروبية. وبالفعل سافر مسؤول أيندهوفن الهولندي للقاهرة لضم اللاعب من صفوف الأهلي مقابل 1.5 مليون يورو، إلا أن مسؤول القلعة الحمراء رفضوا التفريط في اللاعب، خاصة أنه لم يتسنى له المشاركة مع الأهلي على مدار 5 سنوات قضاها اللاعب داخل الأهلي، توج ب10 بطولات متنوعة بين بطولة الدوري والسوبر المصري والإفريقي وكأس مصر وبطولة دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة ساحر البرتغالي مانويل جوزيه.